يشعل مقتل الناشط فاهم الطائي برصاص مجهولين في كربلاء الشارع العراقي بأكمله. فالمظاهرات الغاضبة انطلقت بالتزامن مع تشييع جثمانه، حيث حمل المحتجون حكومة بغداد وميليشيات إيرانية مسؤولية تعرض الناشطين إلى عمليات الاغتيال والخطف. وأما في بغداد توافد الآلاف غالبيتهم من الطلاب الجامعيين وطلاب الثانويات إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية، بينما استمر تجمهر المتظاهرين في ساحتي الخلاني والطيران وقرب جسر السنكة مرددين شعارات تؤكد على رفض إجراءات تنصيب حكومة جديدة، وتطالب بإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي محافظة الديوانية لم يختلف المشهد كثيرا، فالمظاهرات الطلابية الحاشدة انطلقت للمطالبة بإسقاط النظام، منددة بتصاعد موجات الخطف والاغتيالات في البلاد وسط إضراب لأغلب دوائر ومؤسسات الدولة. الجنوب العراقي شهد 4 هجمات استهدفت ناشطين، كانت من بينها عملية اغتيال الطائي، أعقبها هجوم استهدف الناشط إيهاب جواد تسبب بإصابته بجروح خطيرة، ثم جرت محاولة اغتيال ناشط في ميسان يدعى باسم الزيدي والذي تعرض لجروح أيضا ويخضع للعناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة حالياً.